السلام عليكم من السلفادور. والله جانا مطر يا جماعة. هلا حبيبنا محمود. ما في نور، خلي الإضاءة تروح. احنا موجودين في السلفادور، تعتبر واحدة من دول أمريكا الوسطى، وتعتبر هي أكثر الدول في أمريكا الوسطى كثافة سكانية. بس خليني أوريكم المنظر اللي قدامنا. شوفوا كيف حنا اليوم عند هذه البحيرة البركانية الضخمة جدا، ما شاء الله. هلا بوتين. هلا. قاعد تمسح جوالي. ايش تسوي؟ ايش رايك في السلفة دوالي عاد؟ ايش تبون قهوة؟ ابو ابراهيم. هلا والله. وش الانطباع عن البلد؟ البلد جميل كطبيعة، جميل كشعب، بس خوفونا شوي بالامن، قالوا انه اقل شوي من اخطر الدول. هي تعتبر ثاني او ثالث اخطر دولة في العالم. وكل يوم بالليل لجينا ننام يجي محمد بالواتساب يرسل مقاطع عصابات. اشهر عصابة وش قلت؟ هي اشهر عصابة في العالم، مو باشهر عصابة، اعنف عصابة في العالم، هي عصابة سلفادورية اسمها MS-13. تقدروا تبحثوا عنها، في تقرير يطلع لك اخطر 10 عصابات في العالم، فيها ثنتين سلفادورية بس ما تأسست هنا، هي تأسست ترى في لوس أنجلوس عام 1970. لكن من سلفادوريين مهاجرين. اي، لانه كانت بينهم بذاك الوقت عنصرية وحروب ضد مرة الشعب، مثلا السود ضد اللاتينيين ضد البيض، يعني بهذه الطريقة. فأسسوا ذا العصابة عشان يحمون السلفادوريين، تخيل. بعدين تقلبت الأمور وتغيرت الأهداف، فصاروا أشنع وأبشع عصابة، وأكثر من يقتلون المواطن السلفادوري، ويتاجرون بالأعضاء، يسرقون. أبشركم إن بضيافتهم الحين عسى الله يستر منهم. لكن الشيء المهم أنهم ما يهاجمون السياح، يقولون أن السياح هم مصدر دخل لهذه الدولة، فلذلك هم دائما حذرين أنهم يهاجمون السياح. وما عليكم، أمان إن شاء الله، البلد طبيعته جيدة. هم يسرقون الكلى، لا منهم شافوا زولك مصفر. شف، لا دروا الكلاك زينة، كلية واحدة ما عندك مشكلة، يعني تبقى الثاني. اي تبقى الثاني، بس من يخيط لك هنا البلد؟ عندهم هم كلها. شوف ابو وتين، والله من زين الكبدة اللي عندك، شكلهم بياخذونها. يلا خلصنا من المطل، الحين وين بنروح الان؟ احنا الان ان شاء الله نتوجه لمسجد فلسطين بمدينه سانتا انا. يا سلام، قريب من هنا؟ تلت ساعه. يلا توكلنا على الله. احنا الان في زياره الى مسجد فلسطين، يعتبر ثاني اكبر مسجد موجود في السلفادور. algo dar bienvenida cualquier persona sea sea. قالوا ما تمشون لين تتغدون. ها والله الاكل لذيذ لذيذ لذيذ، سبحان الله العظيم، ما شاء الله. هذا الكرم موجود، انهم يجدون من لا شيء. الشباب العام الماضي طلعوا عدد من الاشخاص في امريكا الوسطى للعمره على حساب بعض المتابعين اللي تبرعوا، ما شاء الله تبارك الله. مبسوط اليوم ان شاء الله. هذا واحد من الشباب. Fue algo increíble porque nunca jamás pensé. كان شيء لا يصدق، لان انا في عمري ما توقعت ان انا ظروفي الماديه تسمح لي ان انا اروح اعمل العمره. De que Allah subhanahu wa ta'ala se complaciera de este siervo. لكن الله عز وجل اجاب دعاء هذا العبد الضعيف. الحمد لله. Experiencias bonitas espirituales. تجربة فريدة جدا، روحية، زاد فيها إيماني. Es lo más importante ir a adquirir un poquito de conocimiento a lugares donde el Islam es una potencia. كانت أجمل حاجة حصلت له في حياته، زاد فيها إيمانه وزاد فيها علمه حتى الشرعي. Lastimosamente. كيف كانت مشاعره لما جاء هنا وبعد ما الناس عرفت انه هو راح عمره؟ الناس cuando vino después de la peregrinación menor, ¿cómo la gente lo recibieron y usted personalmente cómo se afectó eso en su vida y en este alrededor? Sinceramente. ¿Sí? Allah subhanahu wa ta'ala sabe más. Agradezco en lo personal a Allah subhanahu wa ta'ala a todos ustedes que fueron mis patrocinadores. هو بيشكر الله عز وجل على منح هذه النعمة والفرصة، وبعدين بيشكر حضراتكم ومتابعينكم على انكم انتم ربنا جعلكم سبب ان هو يحصل له النعمة دي. ما شاء الله. خلصنا مشينا الحمد لله، صراحة كانت مشاعره جدا عظيمة. يعني إذا احنا نعتبر مثلا كل سنة بما أنها سهلة بالنسبة لنا، مع ذلك كل مرة نلتقي في الكعبة المشرفة وندخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي مشاعرنا تتكرر بنفس الدهشة.
والروحانية اللي موجودة عندنا تكون عظيمة جدا في وسط المسجد. فما بالك في واحد ما كان يتوقع ولا 1% انه يروح يعتمر، وكان مستصعبها ليس فقط لبعدها ولا للفيزا، كانت ايضا موضوع المبلغ المادي. فتخيل انه جتها بلاش وتسهلت كل اموره ببركات ما شاء الله ابو وسيم وبركات ابو محمد وكذلك جهود السفاره السعوديه في المكسيك والمركز الاسلامي، تسهلت لك كل الامور. فدهشت انا متاكد انها اكبر من اللي هو وصف بكثير. والله شوف اكثر شيء هو مبسوط منه لانها اثرت على المحيط اللي عنده، ولما شفت في اللقاء كل العوائل يقول نبي عمره وخلوها تشمل النساء. صح ان مطالبهم عمره، لكن لما جينا لارض الواقع برضو في اشياء اهم. ولكن اذا كان في فرصه انهم يطلعون عمره مع تحقيق المطالب الاهم فشيء جميل. الرجل زار وشاف الحرم، تكلم عن بتفاصيل ما كنت تتوقعها، مو بس عن الامور الدينيه، حتى تكلم عن استقبال وعادات العرب وثقافتهم. والجميل جدا يا اخي لما يجينا واحد في مكه او نقابله في اي مكان نعامله معامله حقيقيه اسلاميه حقيقيه، لانه جاي هنا يعكس ويصف للناس ويشرح لهم شلون عاملوني، شلون وقفوا معي، وشلون ساعدوني في اشياء كثيره قد تكون بسيطه بالنسبه لنا لكن لها قيمه عظيمه هنا. ادري ممكن يجي في بالك تسالني وش وضع الاسلام في السلفادور. السلفادور بلد يعتبر فقير ونسبه الامان فيه ضعيفه جدا، وكذلك المسلمين في السلفادور قليل جدا. في عرب كثير مهاجرين من سوريا ولبنان وفلسطين، ولكن الأغلب منهم هم عرب مسيحيين من الطائفة الكاثوليكية الرومانية. يوجد جهل كبير جدا عند المسلمين هناك، كثير منهم يخفي دينه عشان ما يواجه مشاكل أو عنصرية. والجميل أنه في مساهمات كثيرة من رجال دين خصوصا من دولة مصر في التوعية والتثقيف، وشفنا هم كيف يجاهدون أنفسهم ويتعبون عشان ينفعون الإسلام، يوعون هذا المجتمع البعيد والمنعزل كذلك. رحنا المسجد الثاني وكان بعيد شوي، وشفنا عدد مو قليل من المسلمين يجتمعون بشكل يومي في المسجد، يصلون ويدرسون القرآن ويتعلمونه ويعلمون عيالهم كذلك. تقام فيه دروس بشكل يومي عن الإسلام وعن الدين، وانبسطوا كثير لما جينا، وكانت المشاعر داخلهم وداخلنا غريبة جداً. رغم صعوبة اللغة العربية عندهم إلا أنهم يجاهدون أنفسهم في حفظ القرآن الكريم بشكل يومي وبشكل مكثف. السلام عليكم. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. طيب احنا في مكان يعني شوي المشاعر فيه صراحة مختلطة. احنا في منطقة تبعد تقريبا ساعة ونص، ساعتين الى ساعتين ونص عن العاصمة، منطقة بعيدة جدا في مدينة يعتبر اغلب اهلها مش مسلمين، ولكن سبحان الله بين هذول الناس يوجد عدد من المسلمين بني لهم هذا المسجد اللي هو مسجد النهضة. يوميا ما فاتهم ولا يوم يجون هنا عشان يتعلمون، يقرون القرآن، وموجودين معلمين من اللغة من الدول العربية. طبعا هذه المدينة اللي احنا فيها ما فيها مسلمين، فيها عدد قليل جدا، ولكن هذا العدد القليل قاعد يتزايد، فبني لهم هذا المسجد اللي ورانا، مسجد صغير على قدهم، اسمه مسجد النهضة. يجون هنا بشكل يومي، ما كد غابوا ولا يوم، كل يوم يتعلمون القرآن واللغة العربية. بدخل الحين عليهم وأصور لكم، صراحة المشاعر مختلطة. يعني منطقة زي هذه الإسلام جاها بالصدفة، يعني أصلا قصة الإسلام هنا قصة غريبة. إيش رأيك باللي شفناه؟ والله هذه كأنها قصص من قصص الصحابة، لأنه البلد هذا الإسلام ما جاه من المسلمين المهاجرين هنا. الله سبحانه وتعالى ألهم الشيخ أورماندو، هو أصلا مسيحي، بنى مسجد وهو كان مسلم الحالة. المسلمين اللي هنا هم من أهل البلد وليس مهاجرين. كيف أسلم أرماندو؟
أرماندو كان مع أبوه جده أصله فلسطيني مهاجر مسيحي، لما جو هنا كان جيد في الدراسة وكان عبقري، حتى أنه أخذ درجة دكتوراه في الكيمياء، فكان يبحث فدرس جميع العقائد والأديان يعني تعلم فضولي، إلى أن اكتشف أنه الإسلام، ثم أسلم. يوم أسلم له وحيد في السلفادور، قام وبنى مسجد ثم دعا للإسلام. هم جاء الناس من هنا من أهل البلد. الآن الشيخ أرماندو يوم مات العام أشهر شخصية في تاريخ السلفادور، بل إن أولاده الآن الشيخ نجيب هو رئيس الجمهورية، رئيس جمهورية السلفادور نجيب ولد الشيخ أرماندو، ولد الثاني جميل وزير الرياضة، ولد الثالث إميرسون رئيس المراكز الإسلامية في أمريكا الوسطى. شوف لما الله سبحانه وتعالى خذ هم الإسلام رفعه الله، والآن عيالهم ماسكين البلد ما شاء الله. وكل هذول أسلموا بعد الله على يد الشيخ أرماندو. الإسلام في السلفادور هي الدولة الوحيدة في أمريكا الوسطى والشمالية واللاتينية اللي الإسلام طلع منها من أهلها وليس من مهاجرين جابوا لها الإسلام. وزعنا عليهم تمر، لو تشوفون فرحتهم في التمر مش طبيعي، يعني هم من يمكن من رمضان ما أكلوا تمر، لأنه التمر هنا نادر وقليل جدا، بس جبنا لهم نوع جيد وفخم فانبسطوا فيه وقدمنا لهم كذا كهدية جايبينها معنا. الحقيقة لما تجي لأقصى الأرض وبسط هالغابات تلقى لك مسجد، شيء يبهج، شيء يفرح. بس طلبوا منا طلب أتمنى يعني أنه في يوم من الأيام يتحقق. يقول حنا هنا 67 أسرة مسلمة، اللي نبي منكم أنكم تدعون لنا أن أولادنا يظلون على منهج الإسلام، لأنهم يدرسون في مدارس النصارى 5 أيام بالأسبوع ويومين يدرسون في المسجد. نخشى أن النصارى يؤثرون عليهم لأنه ما عندنا أصلا مدرسة إسلامية، ونتمنى من الله أن يرزقنا في هذا المسجد مدرسة إسلامية علشان ندرس أولادنا بطريقة صحيحة وندرسهم في بقية الأيام مسائيا. أما شاف التمر من هنا قبل ايه شقول أبو إبراهيم شافكم نزلتوا التمر من السيارة، يقول افتح لي باخذ تمر. شلون فرح؟ يا أخي ما تسوى هالفرحة ذي، عظيم، تضرب آلاف الكيلوات عشان. شكر طبعا الأول لله عز وجل، ثم بعد ذلك للسفارة، سفارة المملكة العربية السعودية في المكسيك جزاهم الله خير، والأستاذ ركان بصراحة يعني لا نستطيع على شكره، دعم متواصل لينا، واجبهم دعم متواصل، جزاه الله خير، جزاه الله خير، سواء كان إرسال مصاحف باللغة الإنجليزية، إرسال كتب باللغة الإسبانية مترجمة، فرش مساجد، ما شاء الله، جزاه الله خير، دعم في الحج والعمرة، ربنا يبارك فيهم، دعم متواصل يعني، بالأخص الأستاذ ركان جزاه الله خير، يعني أرسل رسالة شكر من هنا. بعد ما خلصنا من زيارة المسجد انطلقنا في زيارة خاصة للشيخ أميرسون. الشيخ أميرسون هو رئيس المراكز الإسلامية وكذلك هو أخ رئيس الدولة. استقبلنا في مكتبه الخاص وفرح جدا بوجودنا عنده، كان لطيف ومتواضع وبسيط، واضح أنه يحمل هم نشر الإسلام وتوعية المجتمع السلفادوري. قبل لا نمشي ودعناه وقدمنا له هدية من الماجد للعود، أحد الرعاة معنا في المبادرة، وقال ودي أشكر صراحة parte de ustedes y todo lo que han hecho al Malik Salman, ¿no? Con lo que nos ha ayudado con el Hajj. A mí me invitó personalmente y también el programa este de los hermanos como a partir de Wami. نحب نستغل هذه الفرصة لتقديم أسمى من الشكر والتقدير والاحترام لسمو الملك سلمان على شخصيا هو دعي ببرنامج دوب خدم الحرمين الشرفين، فهو يحب يوجه الشكر لسمو الملك سلمان، ويحب يوجه الشكر أيضا لمنظمة الندرة العالمية للشباب الإسلامي وامي، وشكر خاص قال هو نوستر أميغو صديقنا وحبيبنا وأستاذنا القنصل ركان السعدون جزاه الله خير على تواصله الدائم المستمر ودعمه الدائم والتواصل المباشر ووقوفه خلف الدعوة هنا في السلفادور ودعمه للإسلام والمسلمين. ما شاء الله، احنا وين أستاذ محمود؟ احنا في مكتبة الدكتور أرماندو بوكيلي قطان، دي المكتبة الشخصية للدكتور أرماندو،
الدكتور مندو رحمه الله كان رجل يحب القراءة جدا، كان دكتور في الكيمياء وكان مطلع على كل الأديان، فهنا تجد كتب في الكيمياء في العلوم بالإنجليزية والإسبانية وأيضا كتب الإسلام باللغة العربية والإسبانية. إن شاء الله نعدها عشان نفتحها للعامة تكون مفتوحة ونستهدف بها الفئة المثقفة إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله عظيم. شيخ محمود حبيبنا، أنت ليش موجود هنا في السلفادور أنت والشباب؟ احنا هنا جايين بهدف واحد، نسال الله عز وجل ان يرزقناكم بالاخلاص وخدمه دين الله عز وجل وخدمه الدعوه وخدمه الاسلام والمسلمين. ما شاء الله. احنا خريجي دراسه اسلاميه باللغه الانجليزيه. ما شاء الله. وهنا مسكين مساجد، شيوخ مساجد بهدف الدعوه لله عز وجل. ما شاء الله. ايش تخصصك؟ اسلامك ستارز ان انجلش ديبارتمنت، دراسه اسلاميه باللغه الانجليزيه. طبعا جيت فقط تؤمون المساجد وتعلمون الناس وتدرسونهم فقط وراح تحصل فرصه بعدين انك ترجع لبلدك. أنا أشعر بمسؤولية كبيرة جدا، فأخشى أن أرجع وأترك هؤلاء الله عز وجل يسألني عنهم وفهم في رقبتي. فأنا على مدى شوقي لأهلي وبلدي وصدق أريد الرجوع، ولكن أفكر كيف أرد على الله عز وجل حينما يسألني ردت هؤلاء الكفار. فالله أعلم كيف أرجع، متى أرجع. الله يكتب لك الخير.